بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الثالث هو القلب. القلب في اللغة إذا قيل قلبه، قلب فلان ثوبه، شو يعني؟ تحويل الشيء عن وجهه. وعند المجودين يعني بالاصطلاح قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. قلب النون، لما قلنا النون خرجت بقية الحروف، لما قلنا النون الساكنة خرجت النون المين المتحركة، عند الباء خرجت بقية الحروف، قلبها ميما، إذا خرج قلبها إلى غير ميم، وهالميم شو بدها تكون؟ مخفاة بغنة. نحو من بعدي. طبعا من بعدي أيها الإخوة أصلها من بعدي، نون ساكنة بعدها باء، من النون من طرف اللسان، من والباء من الشفتين، بعدي من بعدي. سبحان الله، الإنسان بفطرته، ما أقول العربي، الإنسان بفطرته إذا جاءه نون ساكنة بعدها باء يقلبها ميم بدون تفكير بالفطرة، ليستسهل ذلك ويستصعب أن ينطق نونا ساكنة لسانية وبعدها باء شفوية، فيحول النون إلى حرف يعني فيه صفتان في آن واحد، هو من مخرج الباء الآتية ولكنه يشبه النون في أنه حرف غنة. فالميم التي تحول النون إليها تشبه النون، الميم تشبه النون في أن كل منهما حرف غنة، وتشبه الباء في أن كل منهما يخرج من الشفتين. هل عرفنا لماذا الإنسان بفطرته يقلب النون إلى ميم؟ وأنا دائما بضرب مثال، يمكن بعضكم سمعانه مني، يعني لما بنسمع الناس بيحكوا بين بعضهم بيقولوا سمعنا بموجز الأنباء عم يقولوا كذا، موجز الأنباء، الأم ما بيقولوا الأنباء، بيقولوها بإيه؟ بالميم، بالفطرة، ما هيك؟ وإذا شم أحدنا عطرا معينا يقول هذا عنبر، شو بيقول؟ عنبر بالميم، ومع أن أصلها شو؟ عنبر بالنون، أليس كذلك؟ هذا عمل تفعله العرب بالفطرة، إذا جاءهم نون ساكنة وبعدها باء يقلبون النون إلى ميم. طيب كان عندي نون ساكنة بعدها باء، الآن قلبتها إلى ميم، شو صار عندي الوضع الجديد؟ ميم ساكنة بعدها باء، الوضع الجديد ميم ساكنة بعدها باء، الميم ساكنة بعدها باء شو حكمها؟ الإخفاء. تبهنا كيف؟ فإذا يؤول حكم القلب إلى إخفاء الميم المقلوبة، إخفاء الميم المقلوبة، فيتساوى في النطق أم بورك مع ترميهم بحجارته. أم بورك، نون ساكنة قلبت إلى ميم ثم أخفيت الميم عند الباء، يتساوى هذا النطق مع مثلا ترميهم بحجارته. انتبهنا، أنبئهم يتساوى مع ترميهم بحجارته. شو قال صاحب التحفة مع الإخفاء؟ شو أول البيت؟ والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. نعم. شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن النون، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. من بعد وأنبئهم. نعم. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، هكذا شايف؟ نحو من بعد، يعني هذه كأنه يقول للقارئ اقلب هذه النون إلى ميم. من بعد أم بورك أم بئهم. علامة قلب التنوين، إذا كان عندك تنوين وبعده باء، كيف علامة القلب؟ هكذا كما ترون. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل مين؟ بدل الحركة الثانية. ألم نقل إن الحركة الثانية هي علامة التنوين؟ إذن هنا نفس الشيء، وهي الحركة الدالة على التنوين، هكذا. فبدلا من أن يكون هناك ضمتان يكون ضمة وميم، بدل من أن يكون هناك فتحتان يكون فتحة وميم، بدل من أن يكون كسرتان يكون كسر وميم. الأمثلة سميع بصير،
جزاء بما شيء بصير. هذا هو القلب. الحكم الرابع